السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أخيط فستان ملفوف على جنب من موديلات بردة، وهذا الموديل رقمه 6829، وفي منه نوعين بأكمام وبدون أكمام. أحتاج إلى قماش استريتش خفيف مترين أو مترين ونصف، وخيوط مناسبة ولصق شفاف للصق الباترون. نزلت ملف PDF من موقع برد الروسي، وأحب أشتري الباترونات من هذا الموقع لأن دائما عندهم عروض وأرخص بكثير من مواقع بوردة الأوروبية والأمريكية، لكن عيبهم أنه يكون باللغة الروسية. بالنسبة لي ما أحتاج إلى اللغة لأني أفهم بالباترون، لكن كثير يحبون يقرون الباترونات، علشان كذا الأفضل أنهم يشرونها من موقع بوردة الإنجليزي أو الأمريكي. قبل طباعة الباترون اطبع ورقة واحدة فقط اللي فيها هذا المربع، يسمونه مربع الاختبار. إذا كانت مساحته 4 إنش في 10 سنتيمتر فإن طباعتكم صحيحة، وكملوا طباعة الباترون كله. وبعد طباعة الباترون يلصق مع بعض وتقص الأطراف وتكون الحروف مطابقة لبعض في الصفحات، وممكن الاحتفاظ بالباترون واستخدامه عدة مرات. هنا بعد ما لصقت الأوراق مع بعض، الجزء الخلفي وهذا الجزء الأمامي جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي. ومقاسات بوردة مقاسات أوروبية، يعني 32، 36، 38، وراح أنزل المقاسات الخاصة ببوردة في صندوق الوصف، تختارون المقاس المناسب لكم وتقصونه على الخط المناسب في الباترون. لكن في بعض الأجسام مثلا من أعلى مثلا نقول 38 ومن أسفل 40، يعني قصي الحين في الباترون 38 من أعلى، وإذا تحت نزلتي انزلي إلى 42 أو أقل. وبالنسبة لقماش الاستريتش أو هذا الباترون، اختاري مقاس أصغر برقم، مثلا إذا كان مقاسك 38 اختاري 36، لأن قماش الاستريتش يتمدد. الأفضل عند تعلم الخياطة البداية بالباترونات الجاهزة مثل باترونات مجلة بوردة اللي أفضلها كثير، لأن فيها ناس متخصصين يجربون الباترونات قبل تنزيلها بالمجلة، وباتروناتها من أول الباترونات اللي تعلمت عليها الخياطة. وبعد ما تتقنين الخياطة على الباترون الجاهز، ممكن بكل سهولة تكون عندك خبرة لقص الموديل مباشرة على القماش، مع أن أغلب الخياطات الأوروبيات والأمريكيات والروسيات يستخدمون الباترون الجاهز في قص الملابس على طول. عند قص الباترون أضيف 1.5 سم يكون للخياطة،
بالنسبة للكم أنا قصرتها شوي، ما خليتها طويل نفس الباترون. ولازم تعرفون عدد قطع الباترون، مثلا هذه الأكمام، وهنا بطانة الرقبة الأمامية 2، وبطانة الرقبة الخلفية القطعة رقم 7. هذا الجزء الأمامي الأعلى أضفت 1.5 سنتي حوالين الباترون، والجزء الأمامي الأسفل يتكون من قطعتين صدر وتنورة. الصدر فيه بنسة لازم نحددها بطباشير الخياطة قبل ما نشيل الباترون. وهذا الجزء الخلفي قصيته على قماش مزدوج يعني طبقتين، وأضفت حوالين الباترون 1.5 سنتي. الجزء اللي أنا حاطة أصبعي عليه أخيطه بغرزة الماكينة مرتين، وبعدين أشد الخيط حتى يتكرمش. وقبل ما تشيلون الباترون عن القماش حددوا العلامات بطباشير الخياطة، لأن هذه العلامات مهمة عند الخياطة. هنا بعد ما خيطته بغرزة الماكينة مرتين وشديت الخياطة حتى تتكرمش، بعدها راح أخيط بطانة الرقبة الأمامية. ثم أخيط هذا الجزء اللي على شكل نصف دائرة بثنيه مرتين، ثم خياطته بالماكينة. أثبت منتصف الظهر بالدبابيس ثم أخيط بالماكينة.
هذه التنورة الجزء الأمامي السفلي وهذا الصدر. وقبل ما أشيل الباترون لازم أحدد البنسة بطباشير الخياطة، وبعد خياطة البنسة أثبت الصدر على التنورة وتخاط مع بعض. هنا بعد ما خيطت أجزاء الأمام الاثنين ثم ثبت شريط حوالين الأكمام والأكتاف في المناطق المعرضة إلى الشد وخاصة في الأقمشة الخفيفة مثل الاسترتش. هذا الشريط أخذته من علي إكسبريس وممكن تلاقونه في محلات الخياطة. ثم أخيط أجزاء الأمام الاثنين مع بعض. وهنا ريتشي كانت زعلانة لأني كنت طلعتها برا الغرفة علشان التصوير. بعد ما خيطت أجزاء الأمام مع بعض أخيط الآن عليهم الجزء الخلفي بحيث يكون الوجه الأمام ووجه الخلف مقابلين لبعض، ثم أخيطهم من الجانبين وأخيط الأكتاف.
وبعد خياطة الجانبين والأكتاف أخيط الأكمام وياقط الرقبة الخلفية، ثم أثني أسفل الفستان وأخيطه أسفل الأكمام كذلك. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.